طبعا تفتح الحضور غير أبالي ما أوصل مالتي تحضر. الحضور ماني قلت لكم قلت افتحها ماني يعني نبهتكم انه ترى قلت نفتحها حتى يعني ونص تركزون عليه ويا المحاضرة اللي عنده مثلا اشكال او فشي يعني يقول انه ما فتحت يعني حتى اريد انتهي من مسألة الحضور. هسه طبعا ذاك الاسبوع يعني تعرفون احنا ما قدرنا ناخذ محاضرة بس جماعة جروب بي اخذوا محاضرة لانه كانت بعدها عطلة بس هم كانوا اثنين فقدروا ياخذون. فهسه انتوا هاي المحاضرة الثانية لكم بس هم هاي لهم المحاضرة الثالثة ان شاء الله باكر. هم باشر يعني لين صارت محاضرتين باشر ان شاء الله عندهم كويز. فانتم يعني ورا محاضرة اليوم صار عندكم محاضرة الأولى اللي أخذتوها قبل أسبوعين، مو هذا الويك اللي ويك أفتر يعني اللي بفور قصدي. فصير محاضرتين يعني لكتشر 1 لكتشر 2 تمتحنون بها إن شاء الله بالأسبوع الأخ كويز، والكويز تعرفون أنتوا أنا أسويه بالبداية. فبس حتى أنبهكم على هاي الشغلة بس بالمحاضرتين اللي لايكشر 1 ولايكشر 2 مال اليوم. اطلعتوا على محاضرة اليوم لان انتم مثل ما قلتوا مثل ما طلبتوا انه انزلها قبل يوم، نزلت قبل يوم قلتوا حتى صار عندنا فكرة الى اخره. شفتوها اطلعتوا عليها؟ احد قراها؟ اوكي هسه رح نبدي محاضرة اليوم. هاي بعد متابعتكم للمحاضرات، المتابعة يعني المنتظمة المحاضرات هذه لمصلحتكم. فأنتوا خصوصا أنتوا أخذتوا وقت كافي، يعني محاضرة واحدة بقيتوا بيها أسبوعين، اللي هي أسبوع اللي انطيتها بيها والأسبوع اللي صادف عيد، وهاي المحاضرة الثانية هم نزلتها وهم راح يصير يعني وقت كافي حتى أسبوع الأخ إن شاء الله تمتحنون باثنين. هسه نبدي قبل ما نبدي اكو محاضرة اكو سؤال على المحاضرة اللي فاتت لكتشر 1 صوتي زين للكل دكتور. اوكي يعني اللي مثل ما دائما اقول لكم اني اللي عنده سؤال يعني حتى لو مو هنا مو بهاي المحاضرة يسأل يعني خلي بس يبلغني ممثل مالتكم حتى نجي على جوجل ميت، يعني حتى لو أنا وذاك الطالب بس على جوجل ميت ساعة الساعة نتناقش بالسؤال ونسد، يعني مو إلا وقت المحاضرة خاف أحد يعني يشعر بحاجة أو شيء أو خلال ما يقرأ يا الله لقى السؤال مو إلا وقت المحاضرة فما عندي مشكلة. anyway هسه لح يعني نبدي نكمل الشيء اللي بديناه بال يعني محاضرة السابقة. تعرفون احنا يعني حكينا على ثابت التوازن الى اخره. هسه راح نحكي عن ال relation between الدلتا جي اللي هي ال Gibbs free energy وال EQ constant equilibrium constant يعني ثابت التوازن. دلتا جي أصور هاي تو يعني already أخذتوها بالكورس الأول، هاي الكميات الثرموداينامكية اللي هي يسموها thermodynamics quantities. طبعا هي تو already أخذتوها وهي تعرفون هي ليش شرحنا قبل إنه هي ليش اسمها thermodynamics، لأنه كل الداينامكس التحركات أو الحركيات اللي تصير بالreactions أو حتى بالفيزيكس in general نتيجة واللي صاحبها التغيرات الحرارية اللي وياها. فالثرمو هي من الكميات الحرارية والداينامكس هي الحركة الدينامية. فهنا راح نحكي على مثلا علاقة الـ EQ constant ويا الـ delta G. الـ Gibbs free energy هاي اصلا هاي ايضا انتو يعني اوريدي
تعرفوها الجيبس فري انرجي هي الطاقة. تعرفون انتو كل نظام كل سيستم يحتوي على انرجي، فاللي هي مثلا انرجي الطاقة الداخلية الفري انرجي الانتروبي and so on. هاي كليتها يعني source of energies، هو اللي البوتنشال انرجيز يعني الطاقة اللي موجودة او الكامنة inside the system. فالجيبس فري انرجي هاي هي اسمها فري انرجي يعني قابلة لانه تستخدم، فايضا يعني هاي ما مستخدمة already، غير طاقات تكون engaged with somebody with something else. مثلا الانتروبي مشغولة بالنظام او طاقة الاواصر مشغولة بالbonding and so on. بس هاي فري يعني النظام مستعد انه يعني يتصرف بيها، فلذلك هي gives free energy. وأيضا اللي تعرفوها هاي اللي أخذتها من الكورس الأول هاي الفات، إنه كل الثيرموداينامكس quantities إنه تكون يا أما negative أو positive، وكل يعني negative أو positive بيها يعني فت meaning. فال gives free energy for example إذا تكون نيجاتيف ماينس معناته هذا التفاعل spontaneous، معناته هو تلقائي من كيف يصير، ما يحتاج مؤثر خارجي حتى يصير. شو مثلا عندنا الدلتا اتش، كمية الحرارة لما تكون يا اما اكسوثيرميك او اندوثيرميك، يعني اذا هي مثلا ماينس هي تكون اكسوثيرميك يعني باعث الحرارة، ولما تكون plus أو positive قيمتها positive معناته endothermic معناته تمتص حرارة. فهاي كليتها once again هاي كليتها الـ thermodynamics يهمنا احنا نعرفها حتى نعرف نتابع التفاعل reactions، حتى نعرف نتحكم بالسيستم شلون احنا نشوف التفاعل، شلون نعرف يعني ما نقدر احنا ننزل ونباوع الجزيئات هيجي شلون ما ماكو شيء. هاي فد unseen world ما نقدر نشوفها، بس نقدر نتابعه ونتحسسه من هاي ال quantities. For example هنا فهاي ليش مثلا واحد من الكميات الثيرمودايناميكية المهمة اللي هي delta G اللي هي Gibbs free energy، حتى نعرف هل هو spontaneous هل هو يعني يحتاج مؤثر اللي هو non spontaneous. مثل ما تشوفون هنا for example هذا الرياكشن A plus B equal to C plus D دلتا G هي minus، معناتها هذا spontaneous، معناتها عند مثل ما تشوفون هاي الكتابة عند التفاعل يصير بالاتجاه المشار إليه بالسهم، أما إذا كان التفاعل يصير بالاتجاه المعاكس فإنه دلتا G plus، يعني قيمة دلتا G تكون plus لنفس التفاعل إذا يمشي بالعكس and so on. طبعا هاي في حالة إذا once again هاي الـ arrows هنا اللي تشوفوها يعني الأسهم هذا يعني واحد الـ forward والـ backward والـ reverse، هاي معناتها إحنا عندنا تفاعل في حالة اتزان، تفاعل عكسي. Once again مو كل التفاعلات عكسية، هذا التفاعل يظل في حركة مستمرة بس السرعتين مثل ما شرحنا السرعتين متساوية بالضبط. فاللي يشوفه يقول هو واقف بس هو ابدا مو واقف، يعني هو مو A plus B equals plus D C plus D وخلاص انتهى، لا هو يظل بسرعتين طبعا متشابهة. بصورة عامة ال gives free energy، ال partial gives free energy اللي هي تغير ال gives free energy ويا number of moles يسموها الميو. فهاي شوفوا هنا مثلا ميو، هذا طبعا حرف مو انجليزي ولا لاتيني ميو، فهو مثل حرف الام بالانجليزي يعني هو سوري جريك لاتر. فمثل ما نشوف فهو بعد ترى جيبس فري انرجي بس لانه هذا بارشلي، فهنا بعد شوفوا تعريفه كيميكال بوتنشال أو الكيميكال بوتنشال. once again potential هو الشيء الكامن اللي inside the system
فتعريف هنا مثلا هاي بهذه المعادلة mu equal to mu naught plus RT ln P. هنا mu naught هي بالstandard conditions وال P هي obviously P معناته هي الثابت التوازن لما يكون في الحالات لما يكون عندنا السيستم هو بالgas state. فهنا مثلا هاي تعريفها موجودة كليتها هنا chemical potential mu naught standard chemical potential gives free energy for the reaction مثلا. هاي طبعا إذا نريد نحسب الـ Gibbs free energy بدلالة الـ chemical potential بدلالة mu يعني بدلالة تغير هوية number of moles. شوف هذا بالهامش الأحمر يعني أنا كاتبت لكم حتى تتوضح الأمور هنا. هنا الـ partial partial quantities for the free energy delta G by delta N. فبس حتى تعرفون انه هي partial partial دائما شيء جزئي التغير الجزئي يعني مو هي الكمية كاملة التغير الجزئي ويا التغير المولات ايش قد يتغير ويا تغير المولات زين. فدلتا جي ار in our reaction delta جي بي minus delta جي اي اذا نعوض هاي الكوان طبعا احنا هاي الاشتقاق هسه هذا الاشتقاق اللي حيصير لهذا الرياكشن اذا مثلا فرضنا انه الرياكسنت مالتنا هي A والبرودكت مالتنا هي B هاي يعني جنرال سبيكينج فم للسهولة بس فشوفوا دلتا جي رياكشن اوبسلي هي اللي حصير الفرق الدفن فدائما الفرق هو تتعرفون الفرق دائما شيء نهائي ناقص شيء بدائي. الدلتا جي بي ماينس دلتا جي اي هنا اذا نعوض عن الدلتا جي هنا بي والاي بي ما يساويها من البارشال كوانتيتيز مالتها اللي هي ميو بي ماينس ميو اي نعوضها هنا ونعرف احنا الميو مثل ما تشوفون حسب هذا القانون كل واحد نطبق لها وننزل لها مباشره ميو نوت بي بلس ار تي لن بي بي ماينس ميو نوت A plus RT ln PA. إذا بس نسوي rearrangement يعني بس في الشغلات mathematics mu not A B يعني كأنه إذا نطلع هنا عامل مشترك أو شيء mu not B minus mu not A plus RT ln PA PB minus RT ln PA هذا إذا rearrangement تعرفون ln P minus ln معناته ممكن نسويها تقسيم يعني هاي ما طول طرح فهو تقسيم باللن فدلتا جي نو ار بلس ار تي لن بي بي اوفر بي اي اللي هي هاي نفسها هي لو تتذكرون هي نفسها الكي الكونستنت ثابت التوازن سو اجين نشوفها نفس التعاريف تبقى بالضبط باي ذا واي كل ما تشوفون هاي النوت على فد كوانتيتي فهاي هي للستاندرد كونديشن standard conditions فإذا نستمر نقدر نحصل على هاي المعادلة شوفوا دلتا جي ار دلتا جي ار نوت بلس ار تي لن كي بي at EQ state at equilibrium الدلتا جي equal to zero فلذلك لما هاي equal to zero معناته هاي الكمية الدلتا جي نوت الستاندرد راح تجي هنا وهي راح تصير بالماينس يعني كأنه هذا جبناه هنا أو كأنه هاي جبناها هنا هاي كأنه جبناه هنا فصارت ماينس ف كي بي في حالة إذا كان عندنا الرياكشن كليته بالغاز فيس سيستم وإذا عندنا بالسولوشن يعني الليكويد تكون كي سي فهنا أنا مثلا فور اكزامبل صوتي واضح لحد الآن صوتي واضح اوكي والبرزنتيشن والشيرنج يعني سكرين شيرنج والهاي واضحه لكم ده تطلع؟ نعم دكتوره واضح. اوكي هسه راح ناخذ فور اكزامبل هنا اكزامبل وات از ذا فاليو اوف ذا ستاندرد جيبس انرجي فور ذا رياكشن مثلا هذا الرياكشن عندكم نيتروجين غاز بلس 3 هيدروجين غاز ايكوال تو 2NH3 غاز ات 400 سنتيغريد ذا فاليو اوف ذا EQ constant 1.6 times 10 to minus 4 طبعا دائما يعني انبه على هاي الشغله انه السؤال من تقروه تشوفون المطلوب وتشوفون المعطيات
أول ما تركزون على، يعني مو بس أنا إذا أحكي على هذا السؤال بصورة عامة، يعني المسائل اللي يشوفوها، إنه تكون شنو المطلوب وشنو المعطيات. نانا what is the value of the standard Gibbs free energy؟ ليه قدام أعرف هذا يريد دلتا جي نوت، وبعدين أشوف المعطيات. مثلا هذا reaction، طبعا once again إحنا دائما قلت لكم تفاعلات لا تحفظون، تفاعلات يعني ننطيها بالسؤال، فما ننطيها بالسؤال يعني تحلون على الشيء اللي إحنا نريده. فهنا أنا مثلا هذا التفاعل نيتروجين غاز بلس 3 هيدروجين غاز إيكول تو 2 NH3 غاز يريد الدلتا جي. طبعا يعني إحنا نعرف مثل ما تشوفون أنتوا هذا، مثلا هاي العلامة، أما يعني سهمين، هي عادة يعني سهمين رايح جاي، من ننطيه مباشرة أنت تقولون دلتا جي إيكول تو زيرو، يعني تكتبون هاي المعادلة، يعني هاي تكتبوها المعادلة الرئيسية لأن هذا قانون، يعني مو رأسا تحطون هاي، بس حتى أفتهم أنه أنتوا ترى افتهمتوا أنه أنتوا عندكم إيكوليبريم ستيت، عندكم حالة توازن. فلذلك يعني هاي لا تنسون أنه رأسا تطفرون على هاي، لأنه ممكن مثلا إذا هذا سهم واحد هاي ما تطبق عليه ترى، لأن هذا بس تكون يعني هذا إذا سهم واحد معناته هذا لازم يكون معطى، أو يجوز نريد هذا بس هذا معطى. فلذلك بس بحالة إنه هو يكون عكسي بس تذكرون هاي حتى يعني تنطون فدم يعني impression للإكزامينر إنه أنتوا ترى شفتوه وانتبهتوا وانه فعلا يعني فاهمين الوضع، وانه انا عندي اي كيو ستيت فلذلك الدلتا جي زيرو، فلذلك تكتبونات اي كيو دلتا جي ايكوال تو زيرو. الطبق المباشر يعني بالسؤال احنا دريد هاي الار تي، هذول كلها موجودات، الار هو الثابت العام للغازات، مثلا طبقوا هنا بالجول بير كي بي مول. هنا التي ايضا للتذكير وانس اجين، كل تي كابيتال معناته هي temperature، التي سمول معناته هي تايم. هاي فشي يعني متعارف عليه وهسه شوفوها انتم تلاحظوها يعني مو بس بالفيزياوية. تي كابيتال هي للtemperature والتي سمول هي للتايم. فتي هنا طبعا هاي اللي يعني بالكلفن، فاحنا لازم نزيدها ويا 273، ف 273 زائد هو 400 ناطينها بالشنانه ويطلع 673. تطبيق مباشره كي بي 1.6 × 10⁻⁴ تكتبوها ويطلع الناتج هاي، خلاص نحل السؤال. هاي اكو مثلا هاي جنرال سبيكينج كالكوليشن اوف دلتا جي نوت، يعني بعلاقات سابقه او يعني ممكن من شنو بعد دلتا جي نوت. Delta G naught may be equal to minus RT ln KP in ITQ state. OKC, طبعا قلت لكم without any solutions. Delta G naught equal to minus delta H naught minus T delta S naught. صار هذا يعني أيضا ما أعطى لكم يعني first semester أو الكورس الأول. Delta G هذا اللي هسه أخذنا delta G naught plus RT ln KP، or بصورة عامة، هاي بصورة عامة ممكن delta G نوت رياكشن للتفاعل دلتا جي برودكت ماينس دلتا جي رياكتنت. دير بالكم هاي الار هي رياكتنت، هذا رياكشن، هاي رياكتنت يعني متفاعلات. هاي بصورة عامة الرياكشنز شنو الحالات، يعني انتو تشوفون احنا الثابت التوازن هواية دا يعتمد على الفيسز مع السيستم، هل هو غاز، هل هو ليكويد، هل هو سوليد. فان ان جنرال سبيكينج يعني السيستم يا اما يكون عندها هوموجينيس اللي هي المواد المتفاعله والناتجه بنفس الحاله الفيزيائيه، يعني كلهم مثلا بالسوليوشنز يعني انه كلهم بالليكويد ستيت، بالغاز يكونوا غاز ستيت، وهنا الغازز لح النمبر اوف مولز تلعب دور، يا اما يكونون مساوين او يكونون مو مساوين، فيا اما تكون دلتا ان اكبر من زيرو او تكون دلتا ان اصغر من زيرو and so on. او يكون النظام هو heterogeneous، يعني الفيسز هي مختلفة، ناس ليكويد ناس
gas, solid and so on. هسه رح نجي على determination of equivalence for gas reactions. هاي بصورة عامة. يعني شلون نحسب الإيكوليبريم كونستنت يعني ثابت التوازن للغاز سيستم. لحد الآن صوتي واضح أو إذا تفتهمون لو سريعة أو أسرع أصير أو أبطأ لو شلون يعني زين؟ بس شنو من راد يقول بس شنو بس الصوت؟ دكتورة السؤال؟ إيه نعم بلي تفضل. دكتورة المتفاعلات والنواتج يعني شرط أساسي لازم تكون بنفس الحالة الفيزيائية؟ لا 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 مو شرط أساسي. يعني ممكن مثلاً التفاعلات تكون مثلاً قسم gas solid وتنتهي gases أو تنتهي solids ما له علاقة لا. مو شرط حسب الرياكشن حسب التفاعل. ماشي دكتورة شكرا جزيلا. المهم هسه رح نسوي determination يعني شلون نحسب ال EQ constant for gas reactions. ال gas reactions هي ال يعني لما تكون في حالة السيستم كله بالgas state يا أما يكون number of moles متساوي. ومن نشوف الـ number of moles متساوي لحن نريد نشوف احنا طبعا شنو احنا بدنا نحسب يعني نريد نشوف الـ KP والـ KC والـ KX. هي انا قلت لكم هي احنا بس ويا ذولا نتعامل ترى يعني الـ KP والـ KC والـ KX يعني بدلالة الـ pressures بدلالة الـ concentrations وبدلالة الكسور المولية ما عندنا يعني ماذا نخرج عن هالإطار. في حالة يا أما تكون الـ number of moles متساوي يعني النواتج والمتفاعلات نفس عدد المولات في الدلتا N equal to zero فلح نشوف شلون إنه ذول رح يكونون متساويين. في حالة الدلتا N مو zero ما تساوي صفر يعني يا أما أصغر أو أكبر الـ KP والـ KC والـ KX ما رح يساوون. وهسه نشوف يعني هسه تشوفون ليش. فمثلا for example هذا reaction once again reactions شوفوا highlighted باليلو هذا الكلر هاي مو للحفظ هاي فقط بس حتى تبرز يعني للنظر انه احنا دا نتعامل ويا هذا الرياكشن حتى بس العين بسهوله تروح عليه بس مو للحفظ. بالاسئله انا خلي الرياكشن اللي اريد اسال عنه خلي لكم اياه لان هي احنا ما نحفظ رياكشن زهنا احنا نريد نتعامل ويا التفاعل ونطلع شلون نتعامل ويا الثيرموداينامكس اند سو اون. فهنا أنا مثلاً for هذا الرياكشن أو هذا الرياكشن for nitrogen gas plus oxygen gas not equal to 2NO بالgas state فشوف ال number of moles متساوي هاي اثنين هاي اثنين هذا واحد وهذا واحد فذول اثنين هنا وهاي هنا اثنين فهي متساوي. هنا عندنا الهيدروجين الأيودين equal to 2HI أيضاً again متساوي هاي اثنين هاي اثنين متساوي. بس حتى نشوف شلون ذول فعلاً إن هم متساويين. هنا طبعا اذا نكتب هاي اذا نكتب هاي المعادله مثلا مال هذا شو اسمه هذا الرياكشن نمبر 2 هيدروجين غاز بلس ايودين غاز ايكوال تو 2HI وانس اجين لازم يكون ريفرسبل يعني تفاعل من النوع اللي هو عكسي اللي هو عندنا هنا الاسهم هي الفورورد والباكورد اذروايز ترى ما تنطبق يعني لازم يكون عندي عكسي. هنا مثلا for example the number of moles اعتبرها A هاي بال initial state at T equal to zero من شوف التايم التايم هو بال small letter لما تكون at T equal to zero معناته بعد ما بادي فهي بداية التفاعل هو بعد ما بادي فيكون number of moles ما هيدروجين equal to A number يعني هاي احنا دا نفرض ممكن نسموها ب any letters بس هيك للسهولة يعني بالألفابيتك إنه تبدي A و B. فهذا مثلاً for example A وهاي B equal to zero at T equal to zero يعني قبل ما نبدأ التفاعل ويا ما بدأ التفاعل لما نوصل إلى حالة التوازن so at EQ state الهيدروجين تفاعل بقدر ال X ف A minus X الأيودين B minus X الأيودين 2X
فهاي لأن هاي الـ HI سوري الـ HI الـ HI هنا لأنه ما كان موجود، فنتيجة لهذا التفاعل طلع النمبر أوف مولز مالتي صار حالة توازن إلى 2X. أجي فقط أطبقها. طبعا في حالة إذا هسه بالجاس ستيت إذا أريد أحط الفوليوم إذا أريد أحط البريشر هسه شوفوا هنا هسه نجيها بعدين يعني وشوفوها شلون إنه يتكنسل. فهنا إذا فور إكزامبل إذا أردت أحسب بدلالة الكي سي أنا عندي جاس ستيت، إذا أردت أحسب بدلالة كي سي أو أحسب بدلالة كي بي يعني ماكو مشكلة. هسه إذا أريد نحسب الكي سي دلالة كي سي هنا الـ concentration تعرفون الـ concentration مولات مول per liter ف يعني number of moles per الـ volume مالته، فلذلك إذا قسم على V هنا V هاي V هاي الـ V طبعا الـ V هنا total volume مال mass system. فإذا نشوف هاي الـ V إذا بس أعوضها إحنا مو عندنا الـ KC تراكيز تركيز النواتج على التركيزات المتفاعلات هنا مثل ما تشوفون C سكوير H I CH2 في CI2 فقط أسوي تعويض لا أكثر ولا أقل. شوفون الـ number of moles تركيز الـ H I هي يعني 2X على شوف هنا على V يعني هاي الـ concentration فالـ number of moles divided by volume فـ 2X by divided by V times the 2 square A minus X على V B minus X على V هاي الفيات هنا اللي انهي number of moles مساويات فالفيات لح تنحذف فشنو you end up with هذا مثلا KC 4X square A minus B minus X. فهنا نشوف KC ساوت الـ KX AX هي بدلات الكسور المولية obviously يعني ما طول يعني obviously ما طول ما دخل الفوليوم بنظر الاعتبار اي شيء ما يدخل as a function ويا هاي الكميه معناته هذا ترى ما له تاثير. يعني لحن نشوف هسه هنا من نحسب الكي بي البي توتال الضغط ما راح يدخل بنظر الاعتبار معناته الضغط ما له تاثير. بالحالات السائله بحالات السوليوشنز احنا ناخذ الفي الفوليوم بنظر الاعتبار الحجم مال الكونتينر اللي بيت هو التفاعل ايش قد كونتينر يعني التفاعل ما حاطته بيكر ابو 100 مول ابو 50 مول ايش قد هو هذا الفوليوم. هذا في حالات النمبر اوف مولز تكون مساوي هو ما يأثر معناته اللي ما طلع مو از فانكشن مول ما طلع. لما عندنا بالحالات الجاس ستيت دائما احنا نتعامل ويا البي توتال البريشر الجاس ستيت يعني انا شلون احس بيها عن طريق البريشر اللي سلطه. ف وانس اجين الكونتينر هو يعني يكون باروميتر واقيس البريشر مالته دا اشوف هذا البريشر اللي اقيسه اقول هذا التوتال البي توتال. فلما نشوف هسه تشوفون هنا اند اب انه البي في هاي الحالات البي ايضا ما طلع البي توتال هم يتكنسل وما طلع طالما ما يأثر إذا هو ما له تأثير. فهاي بس هي يعني ملاحظة بصورة عامة البارامتر اللي ما يطلع بالإكويجن مالتي معناته هذا ما له تأثير هذا الشيء اللي يعني إذا أريد أوصل له. فإحنا هنا مثلا كيسي هاي سويناها إذا نجي في نفس التفاعل هاي تجي بلس اي 2 بالجاس ستيت 2 اتش اي بس رح ناخذها بنظر ناخذ الكي بي هنا بنظر الاعتبار. وانس اجين نكتب النمبر اوف مولز ات ذا فيري بيجنينج اي بي هنا زيرو انيشال النمبر اوف مولز اللي هي الصفر كانت هاي ماكو ات تي ايكوال تو زيرو ات اي كيو ستي اي ماينس اكس بي ماينس اكس ايكوال هنا 2 اكس. طبعا هنا ما طول اللي حنروح على البريشر اذا اللي حنروح على هذا الكي هذا دائما اقول لكم هذا الكي اللي هو يربط ما بين الكي سي التحويلات ما بين الكي سي وال شوفوا هسه بهاي احنا هنا عندنا هاي الكوانتيتيز التحويلات ما بين الكي بي والكي سي اللي يربطهم هو هذا الكي ترى الاكس والاكس هاي الكسور المولي بس يعني هاي الكوانتيتي لازم تكون موجوده الاكس نمبر اوف مولز هو هذا الوحيد اللي يقدر يحول بيناتهم.
فهنا الاكس يعني number of moles، فهنا تشوفون لي قدام من اتعامل ويا كيبي من اعرف نفسي راح اتعامل ويا number of moles معناته لي قدام احسب in total. هاي يعني ها مو بس هاي التفاعل، يعني بالتفاعلات الباقية لي قدام احسب in total. in total جمع جبري مال هاي number of moles a minus x b minus x a minus x plus b minus x plus 2x يعني جمع جبري x هاي و x هاي يروحون ويا x هاي تبقى a minus b a plus b مثل ما تشوفون هاي. اتذكروا انه ال n total هي مو دلتا n، ترى الدلتا n مولات النواتج ناقص مولات متفاعلات. ال n total هو المجموع الجبري او الجمع الجبري مال يعني مال التفاعل كله هيك بس نجمعه وتطلع. الكي بي هنا لهذا الرياكشن اريد اكتب الكي بي. تعرفون انتم هنا البارشال بريشر او فشاي، هنا احنا راح نتعامل ويا البارشال بريشر الضغوط الجزيئيه فهاي كي بي. فالضغط الجزيئي طبعا يعني حتى اللي ما يعرف هاي المعادله يعني هو لازم تحفظوها، هي بسيطه اصلا بس حتى اللي ما يعرف هي بديهيه. الكسر المولي مال ذاك الماده مثلا فور اكزامبل مال هيدروجين في البي توتال، ف الكسر المولي هو الاكس اي ان اي اوفر الكسر المولي مالات الجزء على الكل. هاي هم اعتقد يعني هم يعني انتم دارسيها. فبصوره عامه البي اي شوف ان من اني اريد احسب البارشال بريشر مال منو، الاكس اي الكسر المولي مالته في بي توتال، بي توتال الكسر المولي هي النمبر اوف مولز مال تلك الماده على الان توتال. فبي هيدروجين فور اكزامبل طبعا هاي اذا اريد اكتبها هيك individually يعني او اكتبها راسا بالمعادله فيعني انتم احرار، بس هاي الصور حتى ما تخربطون تكتبوها هيك يعني وحدها وبعدين تحطوها هنا. P هيدروجين A minus X على A plus B في P total، P iodine B minus X طبعا once again شوفوا P هيدروجين هاي A minus X على A minus A plus B، P I2 B minus X على A plus B. عندنا ال number of moles مال HI 2X على A plus B للأس 2 هي يعني من نطبقها يعني من نطبقها أقصد شوفوا 2x على a plus b يعني مرفوعة للتربيع في p total. هاي بس دا نطبقها بالكيبي بالمعادلة مع الكيبي مولات القزي البارشل بريشرز للنواتج على البارشل بريشرز للمتفاعلات. فإذا نشوف هنا إنه هي لأن number of moles متساوية فال p total هنا cancel out each other p total squared واحد منهم يتكنسل ويا هاي واحد منهم يتكنسل ويا هاي فتند انه ما بيها بي توتال فيصير 4x سكوير على a minus b في b minus a minus x في b minus x اللي هي مساوية لهاي الكوانتيتي. فلذلك انه kp تساوي kc وkp وkc شفناها تساوي kx فاذا هذول الكميات مساويين يعني kp يساوي kc ويساوي kx. هاي حالات خاصة فقط بحالة number of moles equal to يعني باليمين وباليسار متساويين، يعني بعبارة أخرى delta n equal to zero تساوي لنا هاي ال quantity اللي تساوي لنا هاي المعادلة إنه يكون متساويين kp kc kx. طبعا ممكن يصير في الشيء يعني بالأسئلة ممكن تجي tricky يعني إنه نجيب تفاعل ممكن ننطي دلالة الكي سي بس انت تقولون هاي لين number of moles اذا هاي متساوي يعني كي بي وكي سي وكي اكس ممكن تكون متساوية فممكن استعمل هذه quantity as a كي بي and so on. هسه لحد الان اكو سؤال حتى ننتقل على انه تكون يعني في حالة اذا كانت الدلتا مو زيرو اكو سؤال لحد الان؟ اي دكتور. نعم دكتور. نعم مو قلتوا ايه؟ عندكم سؤال؟ نعم دكتورة بس زميلتي قبلي حكت. ايه يلا
دكتورة احنا مو قلنا انه اللي اذا كان رياكشن بدلالة الغاز ستيت ناخذ الكي بي، ليش اخذنا وياها الكي اس الكي سي؟ احنا هنا بس دنساوي، احنا هاي بس دنساوي، قلنا في حالة النمبر اوف مولز بس يعني دنطلعها بدلالة يعني كي سي او كي اكس، مو هاي يعني احنا من عندنا تفاعلات قدر الامكان ناخذ البارامترز اللي ممكن تتوفر عندنا، فاريد احسبها يعني يتطلب مثلا احسب التراكيز، هي غاز ستيت بس اريد احسب التراكيز مالتها، فاحسبها عن طريق الكسور الماليه، احسبها عن طريق البريشر مالتها، فقدر الامكان احنا نحاول نتوصل للكميات، نتابع يعني نتراك التشينجز الرياكشن ويا الكميات اللي ممكن اقدر احصل عليها. فهاي الاشياء مو دائما مو دائما بس بعض الحالات اذا يتطلب احسب الكي سي وهي حاله غازيه واقدر اتعامل ويا التراكيز ممكن استعمل هذا التريك او استعمل هاي القوانين. نعم منو عنده بعد سؤال ثاني؟ مازن؟ نعم دكتورة. دكتورة بس مسألة تقسيم عدد المولات على الحجم، هاي ما فاهمها دكتورة. ها لأنه احنا ليش نقسمها على الحجم؟ لأنه شو اسمه المولات قصدي التراكيز، التركيز احنا التركيز بصورة عامة هسه يعني انسى هذا. التركيز بصورة عامة مع المادة شلون نطلعه؟ مو عدد المولات على الحجم، حتى بالتركيز التركيز المولاري شنو؟ مو نقول مول بير ليتر، مو تمام؟ مول بير ليتر يعني مول لكل لتر. نعم. فمولات على لترات على حجم. فكل تركيز يعني هاي التركي هاي أو غيره هذا قانون يعني ما، فهاي ليش احنا حاطين الفي؟ حتى لانه ليش احنا هنا ها هنا اللي هن هي احنا نتعامل ويا مولات نمبر اوف مولز، بس شلون اربطه ويا الكي سي؟ لازم احوله لتراكيز. يلا لان هذا كي سي اقدر اتعامل ويا باي ذا واي انه كي اكس، بس اللي كي اكس اذا تعاملت ويا الكي اكس الكي يعني انه تكون بس بدلات الكسور الماليه لما تكون هاي كي اكس، فأهمين أقدر أتعامل ويا أهم أجيب المولات الجزء على كل مال كل واحد وأحطه هنا. فهاي كل الحالات إحنا بنناقشها. أوكي عرفت ليش ليش ما استخدمنا الحجم بالكي بي؟ الحجم بالكي بي إيه؟ إحنا مو إحنا بالكي بي قلت لكم يعني بصورة عامة احنا من نتعامل ويا الغاز سيستم نتعامل ويا البريشر، فلانه بس ويا السوائل نتعامل ويا الفوليوم. يعني احنا مثلا انت عندك بيكر ابو ال 100 مول بي خلينا نقول حاطه التفاعل مالتك كله حاطته في 75 مول، فده تشوفيه بعينك 75 مول، بس الغاز انت ما تشوفيها يعني ما ايش قد الفوليوم مالتها، اقدر احسبها اي بس شنو السهوله اللي اتعامل وياها اكثر من الفوليوم؟ هو البريشر الضغط اللي يسلطه التوتال بريشر. فرض عندي اني هاي الراوند بوتن فلاسك وتكون مغلقه، فاشوف واشكل بها مقياس للضغط اعرف ايش قد الضغط الكلي بس ما اعرف حجمها، يعني حجم لازم احسبه، بس الحساب المباشر منه هو بريشر. يعني ما اقول مثلا انا اقدر اقول حجمهم هم مساوي لحجم شو اسمه الكونتينر اللي هو دا يحويهم، بس كشيء ادق او شيء مباشر يعني اخذ البي توتال هي هذا يعني الغازات دائما تتعاملين وياها بالضغط، السوائل دائما تتعاملين وياها ويا الحجوم، حجوم وتراكيز. اكو بعد سؤال؟ اوكي نكمل. زين هسه نجي على في حالة اذا هنا في حالة اذا نشوف
إذا الدلتا إن هسه هنا إذا الدلتا إن غير متساوية، إذا الدلتا إن يعني إذا تكون ما متساوية لي قدام إحنا رح نعرف، يعني هاي فد شيء إنيشيالي واحد ممكن يتبع لي قدام رح نعرف إحنا إنه ترى الفوليوم والبرشر رح يدخلون بنظر الاعتبار في الكي بي والكي سي والكي إكس متساوي. بس نشوف انه شلون شلون انه هم يعني شفنا هاي شلون انه هم متساويين وقدرنا نثبتها. هنا رح نبدي ويا انه في حاله increase in delta n يعني زياده الدلتا n، يعني طبعا اذا زياده دلتا n معناته obviously معناته number of moles مال نواتج اكثر من number of moles مال متفاعلات، يعني دلتا إن نواتج ناقص متفاعلة، فإذا هو بلس معناته الناتج أكثر من متفاعلة. As simple as that يعني. For example هذا ال calculation of KP هذا مثلاً PCL5 PCL3 plus CL2 هذا مثلاً شوفوا الدو هاي obvious يعني النواتج أكثر. شوفوا هذا number of moles هاي واحد. By the way number of moles اللي هنا اللي تأخذه هو ال مثل ما قلت لكم بالمحاضرة السابقة إنه هي الأرقام اللي نوازن بيها. الأرقام اللي نحطها حتى تتوازن المعادلة هاي number of moles، بس حتى لا يعني حتى لا تنخبصون إنه هي من number of moles، هي الأرقام اللي تنحط هنا بالجانب حتى توازن الكميات توازن الرياكشن. طبعا بالمناسبة أيضا هسه تشوفون مثل ما نشوف يعني بعدين ترى ممكن نعبر عن number of moles بالA B هيجي، ممكن نعبر عنها بالأرقام يعني واحد اثنين ثلاثة هيك مثلا نقول هذا واحد هذا واحد هذا واحد هيك شيء، نقدر نقول A B C وهكذا. فهاي فشي اوبشنال يعني انتم على اسئلكم تسووا. هنا في حالة مثلا اذا هذا شوفوا ديسوسيشن يعني هذا تفكك، فلما تكون مادة واحدة تفكك نتحمل ويا الالفا، فشوفوا مثلا هذا A بالانيشال ستيت هاي زيرو هاي زيرو يعني يعني قبل ما يتفكك at T equal to zero، فالA تفكك بدرجة هي طبعا يعني Y minus alpha هي هاي كأنه A minus A alpha يعني شقد تفكك من alpha alpha من الA تفككت، فنضربها alpha من الA شلون كسر مولي جزء مني نضرب بي، ف A minus one هاي إذا نطلع الA عامل مشترك هنا المهم A one minus alpha هذا alpha هذا alpha هاي اللي أنتجت alpha هاي at EQ state. فشوفوا هنا يمكن حساب ضرب التوازن لأي تفاعل غازي بدلالة كسر التفكك، هاي هيك هاي بصورة عامة يعني إنه هذا dissociation the fraction of molecules of يعني الجزء من molecules that dissociates يعني اللي تفكك ويرمز له بالألفا. ففي التفاعل على لو بدأنا بأي مول هاي نفس الشرح اللي قلته. زين اذا نريد ناخذ هذا ليش طبعا انتم يعني بصوره عامه يعني قلت لكم بس تشوفون حاله غازيه يخطر براسكم الكي بي، تشوفون لايكو ستيت يخطر براسكم الكي سي وهكذا. بس شوفوا هسه هذا الغاز ستيت بس يخطر براسي يعني الكي بي، وباي ذا واي اني داريد اوصل لهاي المعادله اريد اشوفهم متساويين لو لا، فهو تفاعل غازي مباشره اطفر على الكي بي اللي قدام اتوقع ترى ما راح يساوون ولح اثبتها، إذا طلع لي عكس معناته أنا عندي غلط. Anyway في الكي بي راح أعوضهم بي نواتج على بي متفاعلات PCL3 بالغاز ستيت PCL2 بالغاز ستيت على PCL5 بالغاز ستيت نواتج على متفاعلات كل واحد البي البارشال شون يتكسر مول في البي توتال لكل واحد. طبعا اللي قدام أنا قلت لكم طالما أتعامل ويا الكسور المولية أحضر الان توتال اللي قدام هاي دائما يعني ان توتال. شوفوا هاي ان توتال هاي جمع جبري اذا اجمع هاي الكوانتيتيز توجذر طبعا هاي دخلت اي هاي اي ماينس اي الفا اي الفا اي الفا شوفوها هنا اي الفا بلس اي الفا زائد هذا اللي اند اب وذ اي في 1 بلس الفا. هنا اذا once again اكتب individual بالشكل او اكتبها هنا أنا كليتها مباشرة ما عندي مشكلة أنتوا الأسهل لكم سووا. فإذا أريد واحد واحد PCL3 PCL2 PCL5 A alpha على A 1 plus alpha B
في بي توتال الفا هاي على اي 1 بلس الفا في بي توتال اند سو اون وابسطها واكتبها. شوفوا هنا بي سي ال 3 مثلا اي الفا هذا البي سي ال 3 هذا اي الفا على احنا ايش قلنا التوتال اي على 1 بلس الفا في بي توتال كسر مالي يعني بس دا اطبقه مباشره زين ان كنت بسويه بهالشكل يطلع هذا الناتج. شوفوا الناتج مال كي بي هنا الناتج طلع لي بي بي توتال. Once again ما طول طلعت لي بي كوانتيتي ما نقدر نختصر ما نقدر هاي بي توتال هاي بي توتال هاي بي توتال اذا واحد يكنسل ايتش اذر راح يبقى واحد وبقى واحد وهذا طلع. As long as انه الكي بي هنا صارت as a function of بي توتال معناتها البي توتال ياثر ما اقدر اشيله. ف هنا الكي بي طلعت هاي يعني خلي تطلع ما تطلع النتيجه خلي تطلع المهم طلع بيها بي توتال يعني انا ما يهمني هذا ايش طلع هنا ما يخالف خلي بس انا اريد اثبت هل ياثر لو ما ياثر لا ما ياثر واكتبه يعني مثل ما هي اشتقها صح واكتبها. اللي في حاله ثانيه انه decrease the number of moles اللي يعني دي يعني اكو شو اسمه انه تقل obviously من تقل معناته النواتج اقل من المتفاعلات النمبر اوف مولز مال النواتج اقل من المتفاعلات. ناخذ هذا المثال شوفوا هاي 2 ناقص 4 ماينس 2 يعني obviously اكو فرق 3 هيدروجين بلس نيتروجين غاز ايكوال تو 2 اتش 3 غاز ف ات ايكوال تو 0. شوفوا هسه احنا نتعامل هنا ويا الارقام مو قلت لكم يا اما ارقام او رموز دائما في حالة الديسوسيشن تستعملون الالفا اسون في حالة مختلفين مثلا ممكن استعمل ارقام ممكن استعمل اي بي كيفكم يعني اقدر هذا ترى اكتب اي بي ما عندي مشكلة. شوفوا هنا مثلا هذا مثلا هذا اني حالته بال يعني بالحالتي شوفوا لما يكون ايات اي وبي ولما يكون هنا ثلاثة واحد يعني لما استخدم ايات يعني حروف وانا من استخدم يعني ارقام ما عندي مشكلة هاي او هاي اني اريد اند اب with شو اسمه هاي اللي كوانتيتي ايش قد تساوي لي. ف هنا مثلا هاي كبرها هنا مثلا for example at t equal to 0 هاي ثلاثة طبعا once again هاي number of moles هي الارقام اللي على الجنب على الجوانب اللي حتى يتوازن التفاعل 3 هيدروجين بلس نيتروجين 2NH3 بالحالة البدائية at t equal to 0 هنا صفر at EQ state هنا إذا نفرض أن اللي تفاعل هو X ف3 minus طبعا هنا 3 minus 3X يعني كمية اللي طلعت هي X فإذا بس تدخلوها يعني تصير بهالشكل 2X لي قدام أطلعنا in total لانه لحد again لحد عامل ويا partial pressures partial pressures تريد مني number of الكسور مولي الكسور مولي تريد ان total ان total equal to هذا جمع جبري لا اكثر ولا اقل 3 minus 3x plus 1 minus x plus 2x it end up with 4 minus 2x حتى هذا يقدر يتبسط يعني عامل مشترك يصير 2 1 minus x never mind يعني انه هو بهالشكل ينعرف مو مشكله. ف once again قلنا هذا دائما الكي اللي هو يربط ويا الكسور المولية زين الكي بي مباشرة again يا اما نحطه individually او نحطه كلية سوا مباشرة يعني فاي الكي بي هاي بصورة عامة البريشر مال النيتروجين الامونيا مرفوع للاس 2 على بي نيتروجين بي هيدروجين مرفوع للاس 3 هنا هاي اكتبها individually بهالشكل وبعدين اعوضها عوضها هنا بس كميات عوضتها عن ما يساويها هاي الكسر المولي 1 ماينس اكس شوفوا مثلا هذا النيتروجين 1 ماينس اكس على النمبر اوف يعني توتال نمبر اوف مولز الان توتال هاي هي يعني 4 ناقص 2 اكس شوفوا 1 ماينس اكس على 4 ماينس 2 اكس البي ان اتش 3 2 اكس على 4 ماينس 2 اكس اند سو اون وحطها شوفوا همين لو شوفوها همين طلع لي بي توتال طلع لي بي توتال هسه لو تختصروها من هاي بي 3 هاي سكوير هاي همين راح تبقى بي هاي بي تختصر وحده منها تبقى وحده تختصرها هاي تبقى بي سكوير اذا بي طلعت ما طول طلعت معناته صارت معناته هي تاثر ما قدرت اشيلها
once again في فإذا في حالة إذا number of moles أزيد أو في حالة إذا number of moles أقل بالحالتين طلعت لي P total. إذا ال P total إذا يكون number of moles مو متساوي بالطرفين إذا ال P total يأثر وبالكيسي هم يأثر اللي يطلع لي الفوليوم ما ينحذف الكيسي هم ما ينحذف وهم يأثر. قلنا هذا المثال ترى هو نفسه هذا بس هنا في حالة نتعامل ويا الـ A والـ B. هاي شي حاطت لكم يعني يعني زايد بس حتى سرعتكم يعني flexibility حتى شلون تتعاملون ويا يعني different شو اسمه parameters. فشوفوا هنا هم نفس الشيء N total 3 A تحسبون N total هنا بدلات الـ A axis. شوفوا واحد على P total طلعت هاي الكميات 4X square A plus B 2X. المهم P total طلعت بنظر الاعتبار. فهاي هي بصورة عامة فلي قدام يعني اللي قدام عرفت انه ال PKP ما تساوي لنا ال KX ولا تساوي لنا ال KC. بس هنا عندنا تفكك غازات من قياسات الكثافة. هنا رح نستفيد واحدة من الفائدة اللي لحد الآن اكو سؤال قبل ما اروح هذا الموضوع؟ اكو سؤال لحد الآن؟ قبل ما نروح على قياس غازات تفكك غازات من قياسات الكثافة؟ اي دكتورة يعني هسه احنا اذا طبقنا من يمنا الكي سي والكي اكس يعني هنشوفها هي ما راح تتساوى. اي ما تتساوى، طبقوها بيديكم وشوفوها ما تتساوى، واذا تساوت معناته عندكم غلط. هاي ليش يعني دائما يعني اريدكم مثلا من تشوفون سؤال، من تشوفون مثلا اشتقاق، من اسال. يعني ممكن مثلا اجيب اشتقاق الكي بي والكي سي والكي اكس اعطيكم رياكشن اعطيكم في التفاعل لي قدام اقول لكم هل هذا التفاعل الكي بي والكي سي هل الكي بي هنا يساوي الكي اكس هل الكي بي يساوي لنا الكي سي او هل الكي بي يساوي كي سي ويساوي لنا كي اكس. هذا الشق من السؤال. الشق الثاني اقول في حاله اذا اي او لا اثبت لي اياها اشتق واثبت. فالشق الأول من السؤال أفرض الطالب قال لا خلاص ها هي حتى لو يحط لي إياه صح اللي هو راح يذاقب نفسه فما راح ياخذ درجة. مرات الطالب يقول إي ويجوز يغلط بالكميات اللي يقول إي مثلا ما متساوي إي متساوي يثبت لي إياها ويصير خطأ عنده شوي بالسؤال أو بالاشتقاق بس هو جاوبني فلح ياخذ يح يخسر جزء من الدرجه. فهاي ليش يعني دائما السؤال تنتبهون عليه يعني الاسئله من اجيبها تنتبهون تشوفون كل هل كل سؤال هاي عليه درجه ما اخليها على كلها درجه واحده عليها. تالي الطالب ممكن يجاوب يخسر يعني جواب خطا وهو فاهم جزء ويخسر كل الدرجه يعني حرامات. فلذلك يجيب الاسئله يعني دائما مجزئه وتنتبهون هل هذا هيجي هل هاي هيجي هل هاي هيجي هاي كلها شكو شكو بس ما شكو هذا تجاوبوه لان هذا معناته عليه درجه. فهاي ليش مثلا من اجيب هل تساوي كي بي وكي سي وكي اكس هل هي متساويه التفاعل اشوفه المولات ما متساويه اقول لا هذا ما يساوي المولات ما متساويه زادت او نقصت المولات ما متساويه واثبتها ما ثبتتها يصير عندي خطأ بس بالاشتقاق بس السؤال جاوبت ثبتتها بعد أحسن ياخذ درجة كاملة أصلاً. بعد أكو سؤال عندكم قبل ما بس نشرح هسه درجة التفكك هاي بقتلنا يعني نستمر لو أكو أحد عنده بعد سؤال. دكتورة بس سؤال صغير. إي نعم تفضل عين. دكتورة بس عندي أثناء التوازن الواحد ناقص إكس واحد ناقص إكس بالإكس هاي يعني دا أحاول أركز عليها وما ما أفهمها. نعم هاي 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 مثلا هاي شوفوا هنا هاي إذا بالأرقام تصير بهالشكل يعني مثلا ثلاثة هاي ثلاثة هاي واحد يعني هاي ترى هي لو تكتبها هيك بالبداية 3 ماينس 3 إكس واي واحد ماينس إكس فهي نفسها كل ما هناك طلعنا عامل مشترك. الاكسات هي هنا العدد اللي تفاعلوا 3 ماينس 3 اكس 1 ماينس اكس هاي الاكسات هاي هيك بس عدد المولات اللي تفاعلوا يعني
مرات ترى تقدر تكتبها 3 minus x مو 3x. فهاي once again بس انت هنا ليش يعني احنا لانه الx ده نوحدها يعني ممكن هاي ما تكتب اذا هاي اذا تريد مثلا هاي مو نفس هاي فلازم تصير x و y. ليش؟ لان هاي الكمية هنا اذا 1 minus x هاي مو نفس هالكمية هنا بس أنا حتى أساوي حتى ما أجيب هواي رموز أحط X فأضطر أقول 3 ناقص 3 X. فهمتني شلون؟ لأن هاي 3 X هاي مو نفس هال X مو نفس هاي 3 X ثلاث مرات X هاي X واللي انطوني هذا ال X ما الناتج هاي لا تدوخون بيه. تريدون تستعملون هذا السيستم مال A و B أسهل لكم كيفكم. هاي لا تدخلون بها هواية ترى. دكتورة نعم. دكتورة هذا أسهل أبو الأي وبي. إيه أنا دائما حتى إلي شخصيا أشوف الأي والبي أسهل بصراحة. لأن الأرقام تتداخل هناك يعني هذا ليش ثلاثة بينما هذا ها رأسا أي وش قلت خليكم تركيز أخليكم النمبر أوف مولز التركيز الرمز. يكون بهالشكل أسهل لكم. وأنتوا كيفكم بعد يعني. افرض أنت لو مستمر هذا التفاعل هذا الـ NH3 لو دا يستمر هنا بعد ولو إذا استمر يعني إحنا هذا مو حالة توازن anyway ممكن يكون توازن من هالطرف هم يعني إحنا ما ندخلش تفاعلات معقدة. كان هذا 2X هنا هم كان نقص منه يعني شوف هذا 2X كان أنطى من عنده كان يصير مثلا 1 ناقص 2X and so on كان نطى من عنده. فهاي ليش شو اسمه هاي ليش اقول لكم هاي لا تدخلون بها هواي تستعملون سيستم واحد اللي هو اسهل لكم. عفوا دكتوره ما فهمت الجواب مالتي؟ لا دكتوره بس عندي سؤال صغير. اي انتي احكي تفضل احكي. دكتوره عندي المتفاعلات 3 بواحد الناتج طلع 2 يعني من هاي اعرف انه صار ديكريز؟ اي مباشرة تحسبها بالعين هاي 2 هاي شقد هاي 4 مثلا هاي 1 وهذا 3 1 4 هاي 2 ف 2 ناقص 4 مو احنا النواتج ناقص المتفاعلات دائما الدلتا النهائي ناقص البدائي دير بالك الدلتا نهائي ناقص بدائي اي اكيد دكتورة اي مو العكس مو العكس النهائي ناقص البدائي فهذا 2 ناقص شو اسمه يطلع فرق فبس تحسبوها هيك يعني مجرد بالنظر يعني تحسبوها لي قدام فليش انا قلت لكم من اسئل لي قدام انا شوف النمبر اوف مولز لي قدام اعرفها اقولها ما نساوي. اكو بعد اسئله ثانيه؟ اوكي اذا عندكم بعد اسئله ثانيه همين ممكن يعني عادي تسالوها يعني شو وقت ما تريدون. هسه نبدأ تفكك الغازات من قياسات الكثافة dissociation of gases from density. هنا ال density شوفوا هنا مثلا طبعا هنا احنا رح نستعمل ال Greek letters هنا سيشوفون هاي الرو هاي الالفا هاي ال هاي النيو تعرفون انتو يعني احنا يعني هاي الاشياء اصور انتو يعني مر عليكم انه الجريك لترز دائما تستخدم بالساينز وبالمات لانه يعني تميز عن الحروف الانجليزيه فهاي فشي متعارف عليه جدا. فهنا مثلا درجه التفكك هنا الكثافه هاي رو رو هو نفس الار بالانجليزي فهم هيك يكتبوا رو. عندنا هاي مثلا هاي نيو ترى هاي مثل في يعني جوز مكتوبه هناك انها مثل هاي هي نيو يعني حرف الان هاي نيو فبس حتى ما يصير عندكم يعني خلط بالامور هاي مو ار ترى مو ار هاي نيو زين بس نشوف احنا ليش بدنا نحسب هنا يعني ايش نسوي بها الديسوسيشن كونستنت يعني ليش احنا من الديسوسيشن كونستنت نريد نحسب هذا حتى نحسب من درجه التفكك نحسب نقدر الاوزان الجزيئيه مال جاسز والصور هاي طبعا انتم اخذتوها بالفاست سمستر بال يعني بالمختبر شلون تحسبون
الأوزان الجزيئية من قياسات الكثافة. زين، فأنا مكتوب لكم عندما يتفكك غاز يتكون عدد أكبر من الجزيئات والنوع عند ثبوت درجة الحرارة نسوان. تعرفون التو من يتفكك، هذا مثلا، هذا مثال أكيد، من يتفكك غاز الـ number of moles راح يزيد. فهذا for example N2O4 في حالة توازن ويا NO2، إذا نفس القاعدة مالتنا قبل ما يتفكك at T equal to 0 يعني بالتايم 0 هذا واحد وهذا يكون صفر. بحالة الـ EQ state equilibrium state يعني يكون هذا 1 minus alpha by 2 alpha. once again دائما بالتفكك بيطلع منه جزء، فلذلك نعبر عنه بالالفا. الاكس نستعملها في حالات التفاعلات اكثر من ماده، بس الالفا نستعملها في حاله الديسوسيشن تفكك، يعني هو ده يطلع من عنده نفس الماده. زين، فهنا أنا مثلا هذا اكزامبل، هنا أنا مثلا اذا يعني جنرال سبيكينج يعني هذا في الرياكشن هو جنرال، فاذا فرضنا المتفاعلات هي A والنواتج هي قصدي يعني اللي دي يتفكك هو A واللي ينتج هو B، فهاي شو اسمه بالinitial state هاي واحد هاي صفر at T equal to zero، هاي هنا بحالة ال EQ state 1 minus alpha في new alpha. نطلع ال N total، هنا الـ N total 1 minus alpha بس جمع جبري 1 minus alpha plus new alpha. إذا يعني نجمعها يعني هو تبسيط جبري، خلينا نقول 1 plus alpha new minus 1. هنا الـ alpha degree of dissociation إذا نريد نحسب رح ندخل هنا الكثافة. ليش؟ لأنه دريد قلت لكم نريد نوصل لهاي العلاقة، فلح ندخل هاي علاقة أوزان جزئية معناتها رح ندخل كثافة. الكثافة بصورة عامة rho the density of the undissociated gas، rho 2 the density of the partial dissociated gas. فهذا لح ندخل rho 1 و rho 2. rho 1 هي كثافة هذا اللي ما متفكك، rho 2 هي كثافة اللي partially، طبعا هذا مو تفكك كامل، لو كان تفكك كامل كان هذا ما صار reversible، تفكك خلاص كله راح، فهذا يصير يعني باتجاه واحد. فهاي ليش قلت لكم دائما تنتبهون على هاي الاسهم، هاي الاسهم ماكو معناته الحكي مالتنا يختلف. وطالما هاي موجوده يعني منطقيا وبديهيا طالما هاي موجوده معناته هو ما تفكك كل، يعني دا يتفكك يرجع يتفكك يرجع وهكذا، يعني الفورورد والباكورد والريفرسبل متساويين تماما، فهو في حركه مستمره يتفكك ويرجع يتفكك ويرجع وهكذا. فلذلك هاي الرو 2 the density of the partial dissociated gas. اذا اريد اقسمهم الرو 1 على الرو 2 بس انا اذا اريد اشتق، فلذلك اضطريت اروح على قياس على هاي شو اسمه هاي العلاقات. الكثافه هي تتناسب مع النمبر اوف مولز، يعني شوفوا هنا مثلا كاتبيها وهذا في شيء اوبفيس، كل ما يزيد النمبر اوف مولز كل ما الكثافه يعني النمبر اوف مولز من يزيد الكثافه هي تزيد، فتناسب طردي. بس ايش قد التناسب؟ هو تناسب، دير بالكم التناسب هو مو تساوي. من أقول مثلا هذا الرو يتناسب عكسيا مع number of moles دا أقول يتناسب بس ما يساوي، إذا أحط إشارة يساوي أحط ثابت التناسب، أنا ما حاطة ثابت التناسب هنا، دائما كميات أقول هذا يتناسب مع هذا عكسي طردي وتبع يتناسب مع، بس ما أقول يساوي، بس أحط المساواة أحط ثابت اسمه ثابت التناسب مو ثابت التوازن. لا تخلطون الامور رجاء، يعني تنتبهون على هالشغله، هاي شغله بالرياضيات يعني سواء هنا او غيره. في النان بروبورشنال مثلا اذا تكون زياده مطرده او تكون ممكن زياده عكسيه، فهنا هاي اذا رو 1 على رو 2 يساوي ان 2 على ان 1، فهاي بس فقط رياضيات، يعني شوفوا مثلا رو 1 على رو 2 هنا ال ان 2 هي هنا ال N2 هي طلعناها ال N total 1 plus alpha
1 يعني حسبناها هنا 1 plus alpha في nu minus 1 على 1 كانت بالبداية بالحالة الابتدائية كانت number of moles 1 وفقط تفصيل يعني شوف الطرف فقط وسطين في طرفين فهاي P1 P2 sorry row 1 row 1 row 2 plus بعد بس هاي row 2 plus هاي أضربها بهاي quantities زين ورا ما أضربها ألفا في رو 2 في نيو ماينس 1 بعدين هاي أنقلهم على هذا الطرف وأطلع الألفا هنا عامل مشترك فالألفا equal to رو 1 ماينس رو 2 على رو 2 في نيو ماينس 1 هاي هي درجة التفكك هاي درجة التفكك ألفا بدلالة الكثافة شوفوا كل المتغيرات عندي روز يعني كثافات فشوفوا لهنا أنا مثلاً ليش هنا قدرنا يعني نشيل الرو ونحط المولكيولر ويت اللي هو الوزن الجزيئي لأنه يتناسب الكثافة ويا الوزن الجزيئي تتناسب. فالسينز مولر ماس is proportional to the density of the gas لذلك نقدر نعوض عن الرو بالمولكيولر ويت. فهنا نفسه يعني شوفوا رو 1 ناقص رو 2 هنا M1 minus M2 رو 2 M2 نيو minus 1 هاي درجة التفكك طبعا هذا تعرفون التو هذا القانون نقدر نحسب من عنده molecular weight للغاز بدلالة درجة التفكك مرات يعني ينطوكم يعني gases معروفة molecular weight مالتها معروف حتى تحسبون درجة التفكك وبما ما أنه هي ثابتة نقدر مرة ثانية يعني once again عندنا درجة التفكك صارت ثابتة وإذا ما عندنا ممكن من lecture reviews من lectures نقدر نطلعها نحسب الأوزان الجزيئية مال الغاز اللي عندنا ومن أوزان جزيئية نعرف أصلا هو شنو and so on نخمن على الأقل فهاي ليش إحنا يعني دريد نطبق هذا القانون فالألفا هنا هي درجة التفكك بدلالة الكثافة هنا وصلنا وهاي الصور انتو اخذتوها بالكورس الاول هذا طبقتو M1 the molar mass before dissociation the M2 the average molar mass of the gases mixture يعني هاي after partially dissociation شوفوا كاتب لكم هاي يستخدم القانون لحساب درجة التفكك بدلالة الوزن الجزيئي طبعا هسه هاي احنا اخذنا التفاعلات المتجانسه هسه راح نوقف لهنا هاي ان شاء الله بحال الله بالمحاضره الجايه يعني lecture 3 راح ناخذ لما تكون heterogeneous هاي كليتها اخذناها انه يكون السيستم مالتي homogeneous شفتوها كلها gases كلها يعني ماكو مثلا gas solid او gas liquid لا gases liquids and so on يعني صح يعني solution حتى لو يعني عبرنا عنها بدلالة KP بس يعني KC بس هي كليتها سيستم واحد فإن شاء الله بالمحاضرة الجاية بحيل الله إنه نستخدم راح نروح على heterogeneous system هسه محاضرتنا لهذا اليوم لهنا انتهت فأحد عنده سؤال على هاي المحاضرة أو المحاضرة اللي قبلها اي دكتورة اي تفضل دكتور الكثافة مو تتناسب عكسيا مع عدد المولات اي عكسي دكتورة عندي فرق ليش قلتي انه يزيد عدد المولات تزداد الكثافة هاي تتناسب ويا الدلتا الدلتا وتتناسب هي الكثافة عكسيا ويا المولات بتسمعيني؟ اي دكتورة شو صوتش نصه صوتش نصه شوي علي صوتش نصه مو من يمي دكتورة يعني هسه تتناسب عكسين وعدد المولات هي
شوفي انت باعي حتى لا تدخل نفسك عدد مولات ما عدد مولات، ما تحتاجين هذه هاي العلاقات، ترى تتناسب طرديا لو عكسيا لو ويا الدلتا عين لو ويا الان، لا تدخل نفسك هنا هنا ويا الوزن الجزيئي. كثافه الوزن الجزيئي زاد، كثافه الماده زادت، لانه انا اريدكم تدخون هنا بهذا الاشتقاق. هذا ما راح يعني ما راح اسالكم عنه، هذا من ويا منو يتناسب، هذا ويا منو يتناسب، هاي فقط هنا تستخدموها هاي يعني دوخوا بالالفا، وشلون تحولوه وشلون توصلون ويا يعني شلون تبدون ويا الروح وتنتهون ويا الام، لان هاي ترى بعد راح تجيكم علاقات لا تدخون بهاي الشغلات بعد، هاي كليته ترى يعني هيك خط ايد يعني بس للهامش، فالهوامش يعني هي فقط تساعد بس هي مو اساسيه، فلا تدخون بها. فالموليكولار ويت من يزيد الكثافه تزيد، يعني فشي اذا الموليكولار ويت مالته عاليه اكيد الكثافه عاليه. دكتورة بخصوص المنزمة، ما عنديش كاملة منزمة دزينا ياها أبو نسحبة. أنا سألتوني وقلت لكم أنا أنطيها لكتشر باي لكتشر. أنا أعتقد كانت العام هم أخذنا نص ونص. لا سوري العام كان هم كليتي إلكتروني، فهل أكو نسخة منها يم أمير؟ ما أعرف، أكثر الظن أنه موجودة. بس هاي اللي هنا هسه اللي دا انطيها بيها شغلات مثلا هسه هاي حتى لو موجوده، هاي الشغلات الاضافات اللي انا احطها للتوضيح بالمنزمه تكون ما موجوده. يعني مثلا هاي تقروها هيك مباشره، هاي انا خليتها بس فقط للتوضيح لكم، وبعدها هسه تشوفوني ويا بقيه المحاضرات يعني هوايه توضيحات احط اشتقاقات إذا تكون بالمنزمة رأساً تقولها ما تفتهموها، يعني أكون حاطتها بورقة ثانية وأخلي لكم إياها. فكيفكم بعد؟ ما أعرف، شوفوا عدم الشهر الأول. الشهر الأول كم واحد لحد داخلين؟ واحدة منكم تحكي. واحدة منكم تحكي، شنو قلتي؟ تمام. يلا. شنو تدخلين؟ شو أدخل لكم؟ المحاضرات يعني كم محاضرة دخلتين الشهر الأول؟ الشهر الأول؟ بعد ما امتحان الشهر الأول هو يعني دكتورة أكو دكاترة يحددون يعني التاريخ امتحانات الشهر الأول يجوز احنا ما محدد، لازم اتفق وياكم. يعني مثلا هسه لحد الآن محاضرتين، هاي محاضرة والسابقة تتجاوزون بها أسبوع الآخر إن شاء الله، يجوز مثلا اتفق وياكم على موعد امتحان لوين احنا واصلين ادخل المحاضرات. يعني شوف موعد امتحان مثلا اسبوع الاخر مثلا كويز، اشوف الوراء او اللي بعده، الوراء ما يصير لانهم لحصل بس ثلاث محاضرات، نشوف نتفق. اتفقنا على يوم كم محاضره انتم ماخذين الطب، وسبق وان قلت لكم بال يعني اقل شيء انا اريد مينيمم امتحانين، انا لو بيدي ثلاثه إذا لحقنا بعد أحسن، بس إذا ما لحقنا أت مينيمم اثنين، يعني ما تقدرون تدخلون بسعي أقل من 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 يعني ما أقدر أقيمكم أقل من امتحانين، ماكو شيء، مو امتحان واحد واحد أقيمه ويروح ياخذ السعي ويروح، ما نقدر. بعد منو راد تسأل؟ سارة؟ دكتورة آني، مو سؤال بس بالنسبة للفيديوهات مو واضحه يعني الصوت مو واضح. الفيديو الاول والثاني صح صح بس الفيديو الاول والثاني فقط صحيح تمام. بس هذا بالتحديد، هذا بالتحديد مو واضح، يعني كان مو واضح الصوت، مو كلش واضح الصوت. اي هو الصوت بعيد وناصب تمام صحيح، بس هاي وهاي اني طبعا هاي يعني هاي المحاضره بدها تسجل، فتقدر يعني تنزل لكم وتعيدوها وشوفوها. لهذا انا شرحتها يعني اكثر بالتفصيل، ولو انا كل محاضرات اشرحها بصراحه بالتفصيل، يعني احطها على الفيديوهات واشرحها بالتفصيل. وهاي ليش دائما طبعا انتم مو تشوفوها هنا تسجل تقومون ما تحضرون، لا، لان دائما اللايف مو مثل انه واحد يسمع تسجيل، اللايف بيه تفاعل وحضوركم عليه درجه، وانا هاي الحكي قلته الحضور عليه درجه.
فمو معناته والله لح يسجل جوجل ميت أنا أشوفه هنا وهنا أكو يوتيوب أكو هذا، لا تحضرون حضور عليه درجة، تسجلون حضور وتنهزمون، هاي بعد هاي شو أسوي لكم يعني، هاي أنت بعد ضرون نفسكم ضرون. بعد أكو سؤال على هاي المحاضرة، المحاضرة اللي فاتت مثل ما كل مرة نحكي إنه يعني تبلغون الممثل اللي عنده سؤال، يبلغ ممثل الشعبة إنه ترى عندكم سؤال حتى ندخل رأساً على جوجل ميت، حتى لو أنا وذاك الطالب فقط على هذا الجوجل نفسه ندخل الصف نسوي يعني سكرين شير مشاركات الشاشات هو أواني ونجاوب على السؤال ويروح، يعني مو إلا بوقت المحاضرة، هذا قصدي أني سايم. دكتورة بخصوص المحاضرات يا ريت تصوريها من قرب لأنه صار بعيدة حيل، ومن استسخه صار بعيدة. شلون صار؟ أنا هاي المحاضرات بي دي اف، هاي بي دي اف، هاي بي دي اف يعني صار بعيدة، يعني الصورة بعيدة صار. هسه يجوز لين ذا شو اسمه، بس أنا حاطة لكم إياها بي دي اف على الموقع مالتكم، على الصف مالتكم بي دي اف. إي بي دي اف، بس بي دي اف بعيد يعني الصور مالتي. هذا ما أخذ اللوح باعي، شوفي هسه تي عندش هذا مثلا بي دي اف، شوفي ما أخذ الورقة كاملة، هاي بعد تشوفين هاي الورقة أي فور هو بي دي اف، يعني ما إلى علاقة هاي بالش اسمه. دكتورة مو مني يسحبون الملزمة ما تطلع واضحة، تقدرون هاي عيني هو بالطباعة يقدر يسوي لكم إياها، يعني بالنسبة لي هاي لأنه لين دا أحطها كبي دي اف وأستعرض بها تطلع في الشكل، يعني انه تنفرش على كل الشاشة هنا، يعني هاي تنفرش هنا، يعني هذه انه تاخذ المساحة كلها مال هاي الورقة، مو تمام هذا قصدكم؟ هاي إيه من اسوي اي من احط الصورة من اسوي لها سيف هذا بي دي اف تطلع بهالشكل، اذا اريد هذا لازم تطلع شو اسمه يعني لاندسكيب مو بورتريت، لاندسكيب ما يعني تطلع هيك البروزنج مالتها يصير صفح يعني فما يصير، يعني اقصد هاي الورقه بهالشكل يعني تنام هيك لاندسكيب، فاي تقدرون يعني تحلوها ويا الشخص اللي دا يطبع شو اسمه انه هاي تفتوها على يسويها فيتنج على المساحه اللي دا يسحبها يقدر.